انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللامحدوده اللي ادهمنا الله سبحانه وتعالى. فممكن تكون نفسك تعمل حاجه طول عمرك، ولما توصل هناك تلاقي في حاجه ثانيه مستنياك. فما تزعلش، ما تقعدش ترجع تعمل نفس الشيء نفس الشيء القديم. ايه وقفك؟ انت توقف نفسك، ما حدش ممكن يوقفك. المؤثر الخارجي في حكمه هنديه بتقول لك ايه، المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان ولكن تظهر ما بداخله، بتطلع اللي جواك. انت عارف لما حد يجي يقول لي ده بيعصبني ده بيعصبني، ما حدش بيعصبك، انت اتعلمت تتعصب ازاي، ولو اديناك في اي حته في العالم برضه هتتعصب. اهدافك ايه اللي عملته فيها؟ حققتها؟ عملت فيها ولا 1%؟ اتحرك، اصل ده قال لي وده قال لي وده قال لي، خليهم على جنب، اسمع من هنا وطلع من هنا. الراجل ده انا ما كانش عندي حاجه، ده غير كده لما طردوني مره من فندق من الفنادق كنت في الشارع ومراتي عامله قيصريه وجايبه نانسي ونرمين توأم، يعني عندي 3 ستات اوكلهم، ما عنديش نكله لا في البنك ولا في جيبي. وبره تسمع الله سبحانه وتعالى بيقول لك لما يقفل لك باب يفتح لك باب اكبر منه، ما تخافش، الرزق توزع والعمر توزع. خايف ليه؟ عشان كده لما تبقى عبد الربانيين ومشيت من هنا فتحت الجرايد دور، لما حد يدور على شغل دور 24 ساعة، انت عارف هو ده الالتزام، ترجع تاني وتخلص ترجع تاني لغاية ما تشتغل. ادي القوة. عجبني جدا اللي قاله وينستون تشرشل في وقت من الاوقات، قال لك القوة الذاتية الانسان يعدي من فشل لفشل من غير ما يفقد حماسه، هتوصل في الاخر. انت عارف لما حد يقول لك الناجحين حظهم كويس، طبعا حظه كويس، اولا عارف هو رايح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف يقع يقف يقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش، وبعدين يقول لك ده محظوظ، طبعا محظوظ. انت عارف احنا اول ما بنتولد بناخد برمجه خارجيه، اول 7 سنين من حياتنا بنسميها سن التمثيل، يعني بنقلد بابا وماما بالظبط. تاني 7 سنين من حياتنا اسمها السن الاجتماعي، فانا بخرج للعالم الخارجي واصدقاء، عشان كده ساعات الاصدقاء تبص لي مهمين جدا بالنسبه لي، فالاب والام مش عارفين رجعوا تاني البيت لانه بدا يكتشف انجاز. وثالث 7 سنين من حياتنا اسمها سن الاستقلال، فانا بدات استقل، وبعدين من 21 ل 30 القيم بتتحول وتتشكل اكثر من 7 مرات. دلوقتي انا عندي برمجه جت من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. ممكن تغير ادراكك، الادراك يغير الافكار، الافكار تغير التركيز، التركيز يغير الحكم.